نشوفوا بلي يعني الحق رامي بن سبعيني هذا العام يعني غير كما يقولوا الخليجيين. شفتوا انا في المقابله كما نقولوا بالعاميه خلعني من ناحيه الدفاعيه ولا حتى من ناحيه مساعده اللاعبين في الشق الهجومي، حتى المدرب التركي يوهر شاهين اثنى عليه على المستوى تاعو ويقول لك باللي يعني من مقابله للمقابله راهو يثبت باللي راهو قطعه اساسيه، يزيد يعني يثبت مكانه كلاعب اساسي وقطعه لا تمت لا غير قابله للتغيير في التشكيله. نتمنى احنا هذا الشيء اللي نحوسوا عليه من اللاعبين حنايا في النوادي تاعهم، اننا كي نشوفوهم قال هذا اللاعب ما نقولوش راهو في الطوب، يعني بصح راهو مقابله راهو يتحسن او يروح للامام، وهذا باش يعاود يرجع بالمنفعه للفريق الوطني. كي نجو حنا نشوفوا الفريق الوطني كيما نقولوا حنا يقولوا كيما يقولوا خاوتنا التوانسه نترشقوا بالفريق الوطني. لا حتى بعد شوف من الفتره اللي اصيب فيها رامي بن سبعيني بعد ما عاودوا له المنتخب الدفاع عاود تحسن محمد. صحيح كليشيت دو سويت ملي ولا تيتيول بارك الله فيك عاود ولا اساسي ما تلقينا ولا هدف، يعطيك هذيك الطمانينه في خط الدفاع. اليغون ثاني امين اليغون بيان سي يخرج بالكره نعم في الطاك سور لون من ناحيه التكتيكيه حتى من ناحيه التكتيكيه ميدو البنيه المورفولوجيه تاعو ما شاء الله عنده بنيه الله يبارك عنده اشتنى واحد الارتقاء في التدريبات تاع بوروسيا دورتموند. لا حول ولا قوه الا بالله مدافع يطلع هكذاك دا الكره ماشي يطلع بدماغه لا دا الكره بواحد الارتقاء خيالي ما شاء الله. جوان حجام يسقط مع فريقه يونغ بويز السويسري على ميدانه امام مضيف استون فيلا بثلاثيه نظيفه لا حظوظ له اعتقد في الشامبيونز ليج. لا كانت مقابله قويه من استون فيلا خاصه لعبوا في سويسرا. نعم استون فيلا العام اللي فات نافسوا على لقب الدوري الانجليزي ولكن في المقابله هذه يعني داروا واش يحبوا امام يونغ بويز كان فارق كبير في المستوى كان صغير عليهم كثير حتى حجام يعني ما لقاش يعني روحه في هذيك المقابله. نعم. استون فيلا بالمدرب إيمري نظن باللي هذا الموسم هذا راح تكون مفاجأة في دوري رابطة الأبطال. قبل أن نمر إلى فاصل قصير ونعود بعده ما هي آخر أخبار سفيان بن دبكة آخر مباراة خسيرها مع فريقه الفتح أمام العروبة هدف مقابل صفر. إيه والله كنت شفت المقابلة و انهزام يعني ما كانش منتظر لعب 75 دقيقة 75 وخرج هو يعني غير كما كانت احواله شويه كان مازال ما جددش وكذا كان في مع الفتح كانت عنده عروض من الجزائر علاش ما رجعش للجزائر؟ والله يعني دوك هذه قناعات انا ما تحدثتش معه لا تحدثت معه هو كما قال لي انا راني مرتاح ما من ناحيه المعيشه الزوجه والدراري شدوا واحد النمط زادوا تما اولاده يعني والفوا قال لي في الوقت الراهن قال لي ان شاء الله نبقى تما قال لي من بعد ما نجيبش تعرف المكتوب وش يكون من بعد بالك الصيف الجاي يكون المكتوب وحده بالك ما تجيبش تعرف بالك حتى في الشتاء ما هذه عباك الامور تتقلب ما بين عشيه وضحى لا ما كاش مشكل قدم مستويات خرافيه في فتره معينه مع المنتخب المحلي خاصه مع كاس العرب مع بوقرة حتى مع المنتخب الحكومي ثم بعد ذلك منحت له الفرصة مع جمال بالماضي ولعب كاس افريقيا وسجل الهدف الوحيد في نهاية كاس امم افريقيا 2022 مثلما تابعنا جميعا ثم بعد ذلك اختفى. لماذا؟ هل ظلم في المنتخب؟ هل لم يستطع التأقلم؟ هل لم تمنح له الفرصة الكافية؟ ماذا حدث له في المنتخب؟ نهضر لك بصراحة ونطوك عمو ولا ونطوك مدرب ولا عمو مدرب كل شيء والله يعني سفيان كان بعد كأس العرب أنا قريب ليه لأني أنا عمو الصغير كامل ونقصر معه بزاف سما يعيط لي شغل يقول لي يا أخو ماشي يا عمي يعني نحكو مليح فكان يشوف روحه يعني اللي قادر يكون مع الفريق الوطني آلف وبطبيعة الحال عيطوا له كأس إفريقيا راح الكأس إفريقيا بالنسبة لي أنا كمشاهد ما نقولوش كعم نحو كعم باش ما يقولوش الناس راه يهضر بالعاطفة أنا شتو قدم كأس إفريقيا ولو أننا خرجنا من الدور الأول لكن المقابلات اللي شارك فيها مد مستوى ما شاء الله
مش ما نقولوش جيد لأنه كون كان جيد كورانا تأهلنا. نعم. يعني لكن في المنصب تاعه شفتوا باللي قدم اللي يعني للمستوى اللي لازم يقدموا أي لاعب يكون في هذاك المنصب. بعد كأس إفريقيا ما كانش استدعاءات. هذه انا ما نجيبش ندخل انايا في مشكل باسكو يافي دي جوار كي الفالي لازم يلعبوا هما دي تيتولار ويلعبوا عندهم 10 سنين لوريان دوني في هذاك لو بوست. انا بعد واش صرا في الكواليس ولا في اروقه الاتحاديه هذه تخصهم هما. انا الشيء اللي ننجم نتزم عليه انه بعد كاس العرب وكاس افريقيا كان في منحه تصاعدي سفيان ما لازمش يكسره. كان لازم يكون هناك استدعاءات ويقادر يزيد يمد ويساعد الفريق الوطني. تعرض للحقره يعني ظلم ماشي ظلم 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 ما نقولوش حقره لان الحقره بالك نقولوا كلمه كبيره مي ظلم رياضي باش نبقاو غير في الرياضه ظلم رياضي. كنت ترى بانه كان يمتلك مكانه اساسيه في المنتخب في هذيك الفتره بعد كان عنده مكانه اساسيه حتى ماشي اساسيه محمد يقدر يكون بديل دكتا كي تشوف زروقي قلنا في السنوات الاخيره ما يقدمش ماشي في السنوات الاخيره ملي جا المنتخب واش يمد الاقناع كلاعب وسط ميدان. انا نشوف باللي وعندهم تقريبا نفس المنصب يلعبوا فيه هو وسفيان شويه الاخر هجومي سفيان ماشي سفيان خير منه باسكو يتقدم في الهجوم ماشي ساجوار نحكي لك حاجه نعطيك حاجه هذه برا على كان يلعب في الفتح العام لو العام اللي فات عيط له رئيس الفريق قال له كابتن قال له انا بحتاجك للمكتب تاع تعالى قال لي يا اخو قال لي انا خلعني كي عيط لي الرئيس باسكو ما يعيطش عيط له دخليه باش نحكي لكم نعم. في بعجاله قال له خير الرئيس قال له يعني خلعتني قال له يعني وش بيك يا صفية باللغه تاعنا هما قال له وش بيك راك مجيني راك مقلق عندك مشاكل قال له لا الحمد لله هكذا قال له يعني هاد السنه ما راكش تسجل اهداف وصفيان اونطوك يعني جامعي وقاري وناس تاع كره قدم قال له حبيت نسقسيك الرئيس قال له انت دبتني كمهاجم راس حربه ولا كان عندك مشكل في وسط الميدان قال له لا قال له في وسط انت دبتك كلاعب وسط ميدان قال له هل المدرب اشتكى لك باللي كاين مشكل في وسط الميدان قال له لا قال له بصح لك عودتنا يعني تسجل الماتش اللي من بعد ماركا كونتر النصر بيشنات عيط له الرئيس قال له هكذا انا بديك تكون نعم كيفاش مشاهدي حتى قطاع تفضل تبع بزاف في لي ريزو سوسيو كاين بزاف قطاع كبير من الجماهير الجزائريه تقترح اسم سفيان بن دبكه انه يكون بديل لزروقي خصوصا بعد اصابه بن ناصر ايضا الان راح نلقاو مشكل عويص في 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 في, في وسط ميدان المنتخب اللي هو اصلا مشكل واكبر مشكل في المنتخب في الوقت الحالي لازم يلقى الحلول بيتكوفيتش من لشهر اكتوبر وين عندنا مباراتي طوغو ذهبا وايابا بعدها راح تنتظرنا تصفية كأس العالم عندنا مباراة مفصلية أمام بوتسوانا في بوتسوانا لو كان نفوزوا بها في بوتسوانا راح نكونوا قطعنا شوط كبير جدا نحو التأهل لكأس العالم لأنه عندنا بعدها مباراتين متتاليتين هنا في الجزائر نلعبوهم يعني لازم يلقى الحل في القريب العاجل ممكن جدا أنه يكون سفيان بدبكة واحد من الحلول المقترحة في وسط الميدان.